افتحي. ايوه جاي اهو. افتحي ساعتك برضك، ما عايزاش تقلعي الهجابه اللي انت لابساها دي. انت جاي من بره تتعارك ولا ايه؟ انا اخره المتم هحرجها لك عشان تستريح. زعلك في ايه الجلابيه السودا دي؟ عاملك انت العفريت، انت رايحه وجايه قدامي. اللي يشوفك كده يقول العمده ده كان ابوكي ولا كان عمك ولا كان جوزك، ضحى يالله كان قايل عليكي. انا ما لابسهوش حزن على العمده وبس، لا انا لابسها على البخت المايل كمان، كنا هنسيبه الفقر والمرار اللي احنا فيه. ما احنا برضك يا بت هنطلع من الفقر والمرار. هي الفلوس، في فلوس كتير يا بت، بس الصبر، الصبر. هتعيشي احسن عيشه وتلبسي احسن لبس واللي انت عايزاه، بس يروا قبالي يا بت. يا خوفي من الفلوس اللي ما عارفاش ايه اللي وراها دي. حلاوتك انت بتتكلم بجد؟ يعني ابوك عشان يمشيك تفاديا لاي مشاكل بينك وبين عمك يوم يحلف على والدتك بالطلاق؟ معقوله دي؟ عندنا في الصعيد معقوله ونص. وتصور بقى لو انا ما رضيتش امشي وقعدت افهم امي ان يمين الطلاق اللي يحلف راجل الغضبان على مراته ما يتخدش بيه، كان ابويا غضب مني وقال لي انت هتوقع يمين الارض يا قبط، طب غور يا ولي على بنت ابوكي. امي بقى تقعد تعيط لي وتقول لي حرام عليك يا مازن يا ولدي، خربت بيتي يا مازن يا ولدي. انا بحسدك انك عارف توفق بين انك مثقف وبين الاوضاع اللي انت عايشها دي. للثقافه دور في تغيير الواقع اللي الإنسان بيعيشه، وإلا تبقى تراكم لشوية معلومات ودمتم. الثقافة موقف عملي، ترجمة فعلية بعينها. إيه بقى؟ بتضحك ليه؟ أصل الترجمة صعبة عليا قوي والدور تقيل. تصور يا حازم ان عليك انك تصارع وتناضل في مساحه تبدا بيمين الطلاق اللي هيحلف ابوك على امك، وتمر بمشاكل القبليه وروح الطار و و و انتهاء بالوطن وهموم الوطن ومشاكل الوطن. ونعيم مكانها فين بقى من مساحه الصراع ده؟ وانا برضو لازم ادافع عن اختياراتي، بس لما تتاكد تبقى اختيارات نهائيه. انما انت ايه اللي فكرك بنعيمه دلوقتي؟ اصلها كلمتني قبل ما اجيلك على طول، يا دوبك قفلت معاك السكه ودخلت اغير هدومي لقيتها بتتصل. وكانت عايزه ايه؟ طلبت مني طلب غريب قوي. ايه هو الطلب ده؟ عايزاني اسافر معاها البلد تسال عن اهلها. ايه؟ بتقول ان ابوها مش راضي يسافر معاها ولا راضي يخليها تسافر، فبتطلب مني انا الطلب ده. والاغرب من كده انها حاسه انك تعرف حاجه عن اهلها ومش راضي تقول لها، فبتطلب مني ان احاول اعرف منك ايه السبب اللي هو. انت قلت انك جاي تقابلني؟ ايه بقى؟ وهي دي مساله تضايقك؟ يعني قلت هو انت يا اخي حد مسلطك عليا؟ يا بقى ام عيا ابوس ايدك. يا بنت الدنيا ما طارتش، خلينا للصبح، الصباح رباح. وانا ايش ضمني للصبح؟ مش يمكن ياخد بعده ويرجع بلده تاني؟ يا ستي كانه لسه ما وصلش من بلده، يعني انت كنت عارفه انه هيوصل النهارده؟ وديني عرفت. وايه رايك بقى؟ انا فاهمه انت مش عايز تيجي معايا ليه؟ قال ايه هعرف طريق اهلي وارجع لهم طبعا واسيبك. ليه يا نعيم؟ وانت قايت اصلي يا حبيبتي عشان تعملي كده؟ قولي له يا اختي. اه طبعا، ما انا الفرخه اللي بتبيض ذهب من الغنى في الموالد يفرط فيا ازاي؟ الله يسامحك يا نعيمة. أنا لما لقيتك في الطريق وخدتك وكنت لسه لحمة حمرة
ما فكرتش في يوم من الايام انك هتغني. ملوش لزوم الكلام ده يابا دلوقتي. الكلمة اللي نعيمة قالتها دي من ديتها برضه، ما هي من حقها تشوف أهلها، ولو كان مكتوب لها تقابلهم يبقى هي وأصلها بقى ساعتها. يابا أنا مش قللت الأصل، أنت مربتنيش على قلة الأصل، لكن مش معقول يا ناس، حرام أعرف إن أنا ليا أهل في الدنيا ممكن أقابلهم وأوصل لهم وأطنش بقى ويبقى على قلبي مراوح، مش ممكن. ده حتى يبقى حرام، ده ربنا قال صلة رحم. ماشي يا نعيمة، براحتك. ما عنديش كلام غير اللي قلته قبل كده. إحساسي بيقول لي إنك عارف ومش عايز تقول لي. إحساسي إيه اللي أنت جاي تتكلمي عنه دلوقت؟ من باب أولى يكون عندك إحساس بالظروف اللي أنا بمر بيها. بقى جايالي في الوحلة السودة اللي أنا فيها علشان تسأليني عن ولد صالح ولد طالح. دي كانت وجهة نظري، لكن أعمل إيه في دماغك؟ خلاص، مش عايزة مساعدة من حد. أنا هعرف بنفسي. ما ده اسمه كلام يا نعيمة؟ هتسافر الصعيد لوحدك وتسألي برضه؟ أيوه هسافر وأسأل، واللي يسأل ما يتوهش. دي قضية الدين؟ اللي يسأل مش بس هيتوه، لا، ده هيخش في دوامة ويدوخ. ولو كف 100 دوامة برضه هسأل وهعرفهم وهوصل لهم. يا بنت الناس، يا بنت الناس، أنا عارف ناس الصعيد أكتر منك. وبعدين فرضا وصلت الولد صالح، هتقولي لهم إيه؟ أنا بنتكم؟ وادي شهادة ميلادي على يدي، أثر الوشم زي اللي بتدقوه على ايديكم. بقولك ايه؟ انت ما تتمهزقش بيا، حرام عليك. انا اي واحدة في الدنيا كان ممكن تبقى في مطرح، محدش بيقول يا رب تعسني. بس انت دلوقتي اللي عايزة تروحي للتعاسة برجليكي. بقى ربنا جاد عليكي براجل طيب، خدك ورباكي زي بنته. ارضي بقى باللي انت فيه واسكتي. ما تأخذنيش يا دكتور، ما هي كلمتك دي برضو تخلي العقل يودي ويجي. يعني ايه تقول لها هي اللي عارفه طريق التعاسه وعايزه تروح له برجليه؟ يبقى انت عارف حاجه عن اهلها ومش عايز تدلنا وتريحنا. ما تسكت انت التاني، الله لا يسيئك. الله جلال يا ناس، انا مش ناقصكم. اسمع يا نعيمه، انا مش بتمهزق بيكي زي ما قلتي لا سمح الله، ولا بسد قدامك باب مفتوح، لا، أنا قلبي عليكي. الصعيد واعر، واعر قوي، ومش هياخدك بالحضن. ما تسأليش عشان خاطري يا نعيمة، ما تسأليش، ما تفتحيش على نفسك ببان جهنم. أبقى أنا دلوقتي اتأكدت؟ اتأكدت إن أنت عارف ومش عايز تقولي؟ يكون في علمك أنا بيك هوصل لهم ومن غيرك هوصل لهم. يبقى أنت اللي ناوية تجني على روحك. خلاص خلاص يا بنت الناس، روحي دور على أهلك ووصلي لهم، وشوفي بقى إيه اللي هتكسبيه. طيب ماشي ماشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. معلش يا ابني، عن إذنك. صاحب العقل يميز. كل الكلام اللي قاله الراجل معناه انك لو مشيتي في السكة دي مش هتجني غير الندامة، ولو كان شايف في السكة دي خير كان دلت. صح، ده زي ما يكون متأكد من حاجة ومش عايز يقولها كده بصريح العبارة. ما انا كده مش هرتاح، لو ما كنتش اوصل للحقيقة بنفسي انا مش هرتاح. ثم يا ناس دي مش أكلة، يقولي ما تاكليهاش ولا فستان ما لبسوش، دول أهلي. يعني أنا يتهيأ لي كده أنا لو أعرف لهم طريق ولا أروح لهمشي ربنا يحاسبني. يعني برضو عايزة تنفذي اللي في دماغك وتسافري الصعيد تدوري على أهلك؟ أيوة يا بابا. طب ومازن؟ ماله مازن بقى؟ هو كمان إيه اللي يضايقه في إن أنا أعرف طريق أهلي؟ ربنا بقى هو اللي عالم، إنما كلام الراجل كان واضح، لو دورت على أهلك يبقى فقدت مازن. صح يا رب. أنا برضو عايزة أقول كده. فكري كويس يا بنتي، فكري في مازن، لو دورت على أهلك يبقى فقدتيه. طب أعمل إيه؟ أعمل إيه أنا يا ناس؟ طب أفرض بقى مازن ده ما طلعش من نصيبي، أبقى لا مني طولت ولا عرفت طريق أهلي؟ لما تتأكدي إنه ما بقاش من نصيبك ابقي دوري على أهلك زي ما أنت عاوزة. أنا تصورت إنك موجود في البلد اليومين دول. لا، وانا راجع البلد ان شاء الله بكره ولا بعده بالكثير، يعني اظبط اموري في الجامعه بس واتني راجع.
وجودك في البلد في الفترة دي بالذات يا دكتور مازن ضروري جدا، وما خبيش عليك احنا موقفنا دقيق وحرج، ومع ذلك دليل الاتهام في القضية دي ممكن يكون دليل براءة، ولو وصلنا لأي خط أو إشارة أو كلمة تدعم دليل البراءة اللي تحت إيدينا هيبقى ده شيء مهم جدا، وعشان كده أنا شايف ضرورة وجودك في البلد في الفترة دي. وعلى فكرة أنا لو منك كنت عملت تحريات خاصة بينا في البلد تساند تحريات الشرطة اللي هتعملها، يمكن نقدر في الحالة دي نوصل لأي خط. أيوة يا دكتور، ما هو ده فعلا اللي أنا ناوي أعمله إن شاء الله. بس ده كان لازم يتم من بدري. معلش، الصدمة والمفاجأة اللي الواحد عاشهم أربكت التفكير وخلت الواحد يضطرب شوية، بس إن شاء الله كل شيء هيتظبط مع رجوع البلد النبادي. وفي ضوء الكلام اللي قاله عمك فؤاد بخصوص الناس اللي أمهم ولاد صالح دول والخصومات اللي بينكم وبينهم، أنا شايف إنك تركز عليهم في التحريات الخاصة اللي هتعملوها. طبيعي طبيعي إن شاء الله. ومين عارف يا دكتور مازن، يمكن التحريات الخاصة بيكم اللي هتعملوها توصلنا للي النيابة والمركز ما قدروش يوصلوا له ونكشف القاتل. يا دباح، أنت كده رايح لحبل المشناة؟ كده رايح لحبل المشناة، سواء على ذمة القضية اللي بحقق معاك فيها دي أو على ذمة أي قضية تانية من القواضي اللي خدت فيها أحكام وهربت منها، فأحسن لك اعترف وخلصت. اعترف كيف يا بيه بحاجة ما عملتهاش؟ يعني ما قتلتش الراجل اللي اسمه عبد المولى جاهد، هو ومراته وعياله الخمسة؟ أهو ده بقى أكبر دليل على براءتي يا سعادة البيه. أقتل حرمة قليلة الحيلة وخمس عيال أطفال ما جابوش في الدنيا لا حسنة ولا سيئة، ليه؟ هو أنا راجل ما عنديش مروة؟ اسأل عني يا سعادة البيه، أنا ما قتلش لا حريم ولا عيال صغيرة، أنا ما قتلش إلا الراجل، وعن شرط يكون يقدر يشيل سلاح ويدافع عن روحه. أما عجوز ضحفان تعبان ما يقدرش يشيل سلاح برضه يخش في زبرة الحريم والعيال الصغيرة. وعن شرط يا سعادة البيه عشان تبقى عارف، أنا ما أقبلش أي شغل والسلام. إزاي بقى يا دباح؟ عرفني. يعني ما أقبلش غير القضية اللي يكون صاحبها تعبان وبطلان وما يقدرش ياخد طاره بيده. يعني الناس اللي ما تقدرش تاخد طارها بإيديها أنت تنوب عنهم؟ ده أنت كلك مروة وشهامة يا دباح. ما تتمهزقش بيا يا سعادة البيه. طب أنا هحكي لك حكاية عشان تعرف قيمة الراجل اللي قاعد قدامك وطعم الشغل اللي هيشتغله، وهي كلها مشنقة زي حضرتك ما قلت. طب احكي لي يا دباح عشان اعرف قيمتك وطعم الشغل اللي انت بتشتغل. المده اللي فاتت يا سعاده البيه جاتني ولية عجوزه كركوبه وملغمطه وشها بالنيله بعيد عنك. الو، ايوه اشرف بيه، عاش من سمع صوتك. الحمد لله الحمد لله. انت عامل ايه؟ ها ايه اللي فكرك بينا بقى؟ ايوه يا سيدي، قضية جاهزة ومش هتبذلوا فيها أي مجهود، ما احنا كده نتعب ونقبض على المتهم ونحقق معاه وانتوا تاخدوه على الجاهز. أيوه أيوه هقولك، بخصوص العمدة اللي اتقتل عندكم واسمه علي التيجاني. لما جيت أضرب بالبندقية اللي عطاهن الراجل اللي ملتم اللي قلت لحضرتك عليه يا سعادة البيه ما رضيش تضرب، الظاهر فيها عطل ولا حاجة. لو إني يا سعادة البيه بندقية تمام قوي 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 قوي. ايه مهم وبعدين؟ بس يا سعادة البيه لما البندقية ما رضيتش تضرب قلت الله لو انا هرجع البلد تاني يا ترى الفرصة دي حتجيني ولا مش حتجيني. رحت ماسك البندقية ملقحي ورحت مطلع الفرد بتاعي وقلت هات يا بنشان. عبد الرحيم، عبد الرحيم، رد علي يا اخوي. عبد الرحيم الحقونا يا خال، يا خلق الحقونا، عبد الرحيم معي رد. يا بنت يا كبدي بتحكي الفروح والهب والفكر رزينك وما صدمت من طولك. هو المنية اللي حيتي غير شوية دم لو اتحرقوا عليه العظم. أقول لكم إيه، ودونا من الكلام ده الله لا يسيقكم انتوا التنين. على مهلك اخوي، على مهلك. كرسي عم فؤاد لو سمحت.
على فين يا جد؟ اجيبك يا ولدي. لا خليك انت يا جد، خليك تشوف مصالحك. وانا مش هروح معاك ولي. سيبها تركب يا دكتور. خليها تركب يا دكتور. طيب طيب خلاص اركب يا امه. تعال تعال يا امه اركب. شكرين يا جماعه، ما حدش يجيلكم في حاجه وحشه ان شاء الله. جد اول ما نوصل هكلمك في التليفون علشان اطمنك. طيب المعروف يا ولدي. ان شاء الله. سلام. شكرين يا جماعه، السلام عليكم. سلام. يلا السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مسكين عبد الرحيم، توك ما الحكومة توصل للقاتل يطب من طوله ساكت. ما الدنيا كده لما تغطي بيها عريان. ايه كل واحد بياخد نصيبه من الدنيا. من جهة النصيب هم خدوا من الدنيا نصيب الأسد، قبضوا على الدنيا بإيديهم وسنانهم، لكن الساعة اللي سقط فيها علي ادتهم الدنيا ظهرها الصح مع موت علي التجاني. واحنا اللي كنا واقفين في ظهرها لما لفت وعطت ظهرها للتجانية بقى وشها لنا احنا. الايام اللي جاية ايامنا. بيني وما بينكم انا حطيت ايدي على قلبي ساعة الحكومة ما قبضت على اللي قتل علي التجاني، وقلت راحت عليك العمودية يا فيض يا ولد صالح، وخدها عبد الرحيم ولد علي التجاني. لكن شوف تعديل ربك، يطب عبد الرحيم قبل المحكمة ما تنطق بالبراءة. أصلنا ناس طيبين وسيرتنا طيبة. الواحد مهما كان ما يفرحش في مصايب الناس. أنا معاك إن الفرح في مصايب الناس مكروه على قولك، لكن هتعمل إيه لو كان من بساطك وسرورك مربوط بشوطك صيب غريمك؟ غصب عنك هتفرح. هي الدنيا كده يا ولدي، أنت نفسك ما رجعت الناش إلا لما عرفت إن العمودية طريقها فضي. يبقى مصايب التجانية جاية على الهواء من غير ما يقولك ديه. أباي يعني انتوا ضمنتوها العمودية؟ شفت إن الحكاية ما هياش دم العمدة؟ لو كانت كيف ما بتقول كان زمانك رمحت على المركز عشان تشوف الراجل ده جاليه القاتل ومين اللي وراه. وهو مروح المركز يعني هيعمل ايه؟ مهم الحكومه وعارفين شغلهم. لا المساله مش مساله الحكومه وشغلهم. انت لما كانت القضيه كمتهم فيها عبد الرحيم اخوك كنت عاتل محترم، لكن لما خلصت القضيه وتظهرت براءته خلاص ما عادش يهمك. كل اللي يهمك انك تلبس خلاجات العمده وتقعد مكانه. يا اخي يا اخي جلالك ايه؟ حتى ما فكرتش تروح تزور اخوك الغريب؟ ايه اللي جرالك؟ مالك يا ولدي؟ ما كنتش كده؟ العمده هو اللي مالى قلبي بالسواد من ناحيه عبد الرحيم اخوي. العمده مالوش دعوه، العمده مات وجاب الرب كريم، ما يجوزش عليها الا الرحمه دلوقتي. يا ولدي يا ولدي فتش في نفسك، شوف جواك ايه؟ شوف بيتك وبيت الشيطان اللي موجوده فيه يا ولدي. يا ولدي يا حبيبي روح زور اخوك وقف جنبه في جدته، ما حدش ضامن الحياه من الموت. ما عنديش وش اقابله بيه بعد اللي حصل مني في حقه. كلهم حيرفضوني، كلهم حيقفلوا الباب في وشي. اللي عاوز يصلح غلطته يحاول مره واتنين. وتفتكر هيسامحوني؟ يعني عبد الرحيم اخوي هيسامحني؟ حاول وانا وياك. عبد الرحيم قلبه طيب وحيسامحك. روح يا ولدي ما تخليش الشيطان يلعب بيك اكتر من كده. ان كان على الزياره وقولت سلامتك يا واد ابوي ما فيهاش حاجه، روح له وقول له سلامتك الف نوبه مش نوبه واحده، لكن اياك ترجع عن سكة المحامي. وهنعملوا بيها ايه سكة المحاميين دلوقتي يا فجرية انت؟ يا ساتر، سكة المحاميين دي كان لها عازة عندينا لما كان عبد الرحيم متهوم، ولما كنا عاوزين ناخد منه الورثة بتاعته ونمنعها عنه، لكن دلوقتي ملهاش أي عازة سكة المحاميين. لا، لسه فايدتها قاعدة. أنت إيه اللي في دماغك يا إبليس أنت؟ عبد الرحيم دلوقتي بعيد عن السامعين يا أخوي، جاته نكتة والنكتة دي هتأثر على عقله من غير كلام.
ما راحش فيها وجبت تاخد عذاب. أعوذ بالله منك ومن كلامك يا فجرية أنت. اسمعني بس يا ولد الناس. اسمع ايه وهب بيه وانت هتتمني الموت لاخوي. اكفينا الشر يا رب. انا اتمنيت ده. انا بقول لو لو كتير من اللي بيجيهم النقطه بيروحوا فيها. اعوذ بالله منك يا شطنط الانس انت. تروح للمحامي وتخليه يقدم طلب في المحكمه ان عبد الرحيم اخوك بعد ما جاته النقطه ما بيقدرش يباشر تركي ابوك، ويبقى بعد كده ما حدش غيرك يباشرها، وهي الانتخابات جربت وبردك عبد الرحيم مش هيقدر يدخلها. ايوه عشان حكايه النقطه اللي جات له دي. اسم الله عليك. وبعد كده هتبقى فزت بالجمل بما حمل، كرسي العموديه وتركه العمده وفجانه خديجه مرت العمده على سن وربع. ايوه مرت العمده على سن وربع. يا عيني عليك مرت العمده. ما يحكمش ربنا بيه اليوم اللي تبقي فيه مرت العمده يا حربايه يا بنت الشياطين. انت ايه اللي خليك تتسنطي علينا يا دنيا المام انت؟ انا دنيا المام اللي مامي؟ بس يا وليه ايه عملك السنه ده؟ ايه انت اللي عمل لك زينه يا سبع الرجاله؟ عمرك كله وانت تديها ودنك وهي تبخ فيه السمك الحيه، وصلت بيك الدرجه وخطيت لك عشان تموت اخوك بالحياه وانت قاعد تسمع لها؟ يلا يلا ماشي من هنا ولا ليه كلام مع جوزك؟ يلا ماشي من هنا. اسمع انا قاعد لك هنا طول والله ما انا سايبك. لا الحمد لله في تحسن واضح. احنا كنا فين وبقينا فين؟ يعني اقدر اروح يا دكتور؟ ايه انت زهقت مننا اوام كده؟ عموما انا هكتب لك على خروج، بس اهم شيء بقى انا عايزك تلتزم بالعلاج اللي هكتبه لك لما تروح ان شاء الله. تعال معايا عشان اكتب لك روشتة العلاج. ماله اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. يلا مع الدكتور يا مازن. مع الدكتور. الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. الحمد لله. واضح من الكام مرة اللي اتكلمنا فيها انك شخص مثقف وهتقدر اللي هقوله لك دلوقتي. اتفضل. مراعاة الحالة النفسية بالنسبة لوالدك أهم من العلاج اللي لازم يتاخد بدقة، أو نقدر نقول إن العلاج والحالة النفسية متساويين في الأهمية. اللي جه لوالدك جلطة في المخ، ودي مسألة مش سهلة، ولولا إن سنه مش كبير نسبيا ما كانش عدى منها. طيب وال الشلل النصفي اللي واضح عنده ده؟ ده أقل الأضرار اللي بتنتج عن الجلطة. إحنا نحمد ربنا إنها جت على الشلل النصفي وبس. يعني ايه يا دكتور؟ حالة الشلل دي هتستمر؟ مش هتتحسن؟ لا غالبا الشلل بيستمر، لكن ممكن الحالة تتحسن مع المداومة على العلاج والراحة النفسية زي ما قلت لك قبل كده، بس لازم هنعمل له طبعا جلسات علاج طبيعي علشان ايديه ورجليه. ان شاء الله يا دكتور ان شاء الله. خلي بالك الجلطة ممكن لا قدر الله ترجع له في اي لحظة مع اي نرفزة حادة او غضب او زعل. عرفت بقى انا ليه بقولك ان الراحة النفسية مهمة قوي بالنسبة له؟ ان شاء الله. عموما انا بعت اجيب الكرسي المتحرك اللي حضرتك قلت عليه. كويس قوي، بس انا عايزك بقى ما تخلوش يكسل ويركن على قاعدة الكرسي المتحرك. ها لازم يتحرك شوية كده ويحاول يتحرك. هكتب لك بقى روجيتا. ايه يا امي وبعدين معاكي؟ الدموع والبكا ده ممكن يخلوا نفسيته في الحضير. انت شايف حال ابوك؟ طب مش نحمد ربنا يا امي؟ كان ممكن يروح فيها. الف بعد الشر. خلاص بقى يبقى تتبسم في وشه كده والدموع دي ما يشوفهاش تاني، والا هيطب تاني لا قدر الله. ربنا ما يحكمش. يعني خرجت من قدامه لما الدموع فرت من عينيه. طيب معلش معلش امسك نفسك كده. حاضر. وامسح دموعك. حاضر. وتعالي نخش له. حاضر. يلا يا حاضر. يلا. الحمد لله انت بقيت عال خالص. ها ايد التانية ما حاسسش بيها واصل يا فؤاد يا اخوي. تلقاها منملة من الرقدة على السرير. ما تخافش هتفك من نفسيها بمشيئة الرحمن. ايه ايه في ايه في ايه يا عم الشباب؟ الدكتور قال لك ايه يا ولدي؟
الدكتور قال لابوك قلب ولا قلب عايل لسه في العشرين. يا لولا كده يا لولا عديت الازمه دي والحمد لله. ايه هو الدكتور هيحسده ولا ايه؟ 55 يبقى احنا لازم نجيبه بخور ونبخروه بيه من عين الدكتور ده قبل ما نخرج من هنا. كور اللي تقولوه انتوا الحكم اللي في الدنيا كلاتهم. المهم ان صاحب الاله هو اللي هيحس بيها. ايه بس ايه يا عم الحاج ما تروق امال. طب ده الدكتور لسه بيقول لي ان اهم حاجه الحاله النفسيه. دكتور مازن. ايوه الله يبارك لك يا مس كتر خيرك. دكتور مازن. ايه يا عم هو انا اقرب لك ولا حاسم؟ يعني انا عايز افهم. يعني انا اللي عايز افهم انت جيت ازاي. حازم هو اللي قال لك؟ ايوه هو اللي قال لي. سلامه الحاج يا حبيبي. سلامه الحاج. الف سلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. سلامتك يا حاج. الف سلامه يا حاج. سلامتك. الف سلامه عليك يا حاج. الف سلامه والله زعلنا جدا. الف سلامه يا حاج. دمي دي يا حسين امي. وماله سلامه الحاج يا حاج. ابويا اهو. خش خش. سلامتك يا حاج. الف سلامه. لا شيخ عيد يا حاج. الشيخ عيد صاحبي اللي كلمتك عنه من زمان كان معايا في الجامعه. مرحبا يا ولدي. والله يا حاج اول ما عرفنا الخبر يعني الدنيا سودت في عينيا والله. تعالى اقعد. حاجه بسيطه. اقعد وراك هنا يا شيخ عيد. حاجه بسيطه يا حاج. في ناس عايزينك بره واتكسف يخشوا. ناس عايزين انا؟ قالوا لك عايزين انا شخصيا؟ ده عم فؤاد اللي انت بتكلمه ده يا حزين القلب. يا اخي شكلك الخالق الناطق سبحان الله. كتبوه في دمك. خد الجنيه بتاعتك اهي. خد. قول لي هتيجي معايا نشوف الناس اللي بره ولا هتقعد هنا؟ لا هقعد هنا. عايز اتأنس مع الست الوالده والسيد الوالد. بس تقعد بأدبك وتبطل تلت وتعجن كتير في الكلام. ابويا تعبان ودماغه وجعاه ومش ناقص. حاضر. يلا اقعد. اقعد. خد يا فؤاد. والله ما اعرفش ايه حكايتك معايا يا حازم. انت راخر. حازم ملوش ذنب. على فكره الشيخ عيد هو اللي قال لنا. في الحقيقه احنا كنا محتارين نعمل ايه. ما تبقى عيبه برضه لو عرفنا ان والدك في المستشفى وما سالناش. وبعدين كنا خايفين برضه انك تحرج لو حد من اهلك سالك مين دول. وانا اللي قلت ان احنا نبعت لك من الاوضه اللي محجوز فيها الوالد ونبعت لك حد يندهلك. فيكوا الخير. او انت زعلان مني؟ انا زعلان عشانك يا نعيمه مش زعلان منك. انا خلاص موضوع اهلي ده شلته من دماغي خلاص. مش هدور عليهم ولا اي حاجه ما دام ده يريحك. ده مش هيريحني انا يا نعيمه. ده هيريحك انت. احنا الكلام خدنا ونسينا نسال عن صحه الوالد. الحمد لله يا عم شهدي سالت عليك العافيه. على فكره انا اول ما جيت لقيت الدكتور وسالته. سالتيه عن ايه؟ سالته عن العلاج بتاع الوالد يعني ان كان في حقن ولا كده. وهو رد عليا وقال لي في حقن كتير. طيب وايه لزوم السؤال؟ انا بدي حقن متمرن عليها كويس قوي من مده طويل. وده معقول يا نعيمه؟ يعني هتاجي من مصر لغايه الصعيد عشان تضربي له الحقنه وتنك راجعه؟ لا انا ما اقصدش كده. انا قصدي يعني ان انا هفضل قاعده جنبه لغايه ما يخلص علاجه. انت بتقولي ايه؟ ما تشوف بنتك يا عم شهدي بتقولي ايه؟ انا متفاجئ والله يا ابني زيك كده. متفاجئين ليه؟ يا سيدي اعتبرني ممرضه بشتغل عندكم بالاجر لغايه ما السيد الوالد يخلص علاجه. ايوه علشان تقعدي في البلد دوري وتتجسي لغايه ما توصلي لاهلك. مش شايف دي الحكايه؟ انا والقران الشريف ابدا. انا ان شاء الله عدم عينيا الاثنين. انا الموضوع ده ما جه على بالي خالص. بقى انا قلت السيد الوالد ده زي والدي وانا عايز اعمل اي حاجه عشان خاطرك. تقوم انت تظن فيا الظن ده لا سمح الله. انا مش خلاص قلت لك موضوع التدوير على اهلي ده انا شلته من دماغي خالص عشان خاطرك. طيب خلاص يا نعيمه انا مصدقك. يعني خلاص هاجي معاكم؟ ما ينفعش يا بنت الناس. وايه اللي هيقل نفعه بس؟ انت مش قلت بلدكم دي كبيره وواسعه وفيها بيوت كتير؟ يا سيدي انا هقعد تحت رجلين الست الوالده. ما ينفعش يا نعيمه. ما تشوف يا بنت الناس مجيه عندكم والمشاكل اللي سببتها لك انت وعم شهدي. فما بالك بقى بواحده زيك، واحده بنت لوحديها وفي الصعيد، ينفع؟ تسلم يا دكتور، والله يا اصيل وابن حلال. انا عرفت انك هنا فجبت الكرسي وجيت. المره دي انا ماليش ذنب. وقف هنا يا اسطى. هنا ليه يابا؟ احنا مش هنروح بيتنا؟ لا هو ده بيتنا ومن عايش غيره. قلت لك يا اسطى وقف هنا.
عايزين قلق تاني يابا، الله يرضى عليك. قلق ايه اللي هتتكلم عني؟ عبد الرحيم كبير التجاريه دلوك وملوش مكان غير بيت العمده، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط. الحمد لله على السلامه يا ولد ابوي، الحمد لله على السلامه. هات الكرسي ده يا اخويا. لا ما عايزش الكرسي اللي جايبينه هون ده. انا عايز ندخل على رجلي. طب يلا يا عمي. يلا عنك يا اخي. اسمك يا امد. مالك يا ولد ابوي؟ عايزين تنصب العزل العمدة الله يرحمه، شوفوا ايه اللي تعمل. حاضر يا اخوي حاضر. انت مازن يا ولدي؟ ايوه يابا. روح المركز للنيابة شوف الواد اللي قفشوه دايف، قال لي بربي يكون دل على الناس اللي اتفقوا معاه على قتل العمدة. اه لو عرفناهم هتبقى سنينهم أسود من الليل الغطيس. روق يابا روق عشان صحتك. وبعدين اللي هيشارك في جريمة القتل سواء بالتحريض أو بالتخطيط هياخد نفس الحكم اللي بياخده القاتل. يعني لو حصل وعرفنا اللي وز القاتل ده واللي خطط له نسيبه للعدالة ونبقى مطمنين إن العدالة هتاخد لنا حقنا. واحنا بقى يابا ننتبه لمصالحنا ولصحتنا. يعني معنى الكلام لو عرفنا ان في حد وزع على كتل ابونا نسكته ونقول العداله خد لنا حقنا؟ ليه؟ مش رجاله احنا ولا ايه؟ انا من رايي مازن كفايه هم وغم المده اللي فاتت دي، وخلي القانون يتصرف بطريقته. واحنا لما فوقوا لنفسنا قدام شويه وكنشوف هنتصرفوا كيف القضيه دي لو كان القاتل وراه حد. لا حد ولا سبت. بقول لكم ايه اللي هنتفقوا عليه دلوقت هو اللي هنمشوا عليه ومفيش كلام تاني غيره. القانون يابا هو صاحب الحل والربط في قضيتنا دي وفي اي قضية تانية. خلونا بقى نعيش كيه الناس اللي بتحكم عقولها في حياتها. اما بس نشوف القاتل هيقول ايه ولا يعترف بيه ويبقى فيه كلام تاني، وساعتها وقت الله عين الله. وانت حسان تقسم خلقات العمدة اللي خدتها ويخوك فؤاد، واحد فيكم ياخذ المهر والتاني ياخذ الفرس. وانت يا ابو والده؟ انا يعني معقول احنا الصغيرين نرمحوا بالخيل وانت الكبير؟ ما هو جزء من العلاج الطبيعي اللي حيعمله ابويا ان شاء الله انه يركب خيل. بمشيئة الله يابا اول بس ما الدكتور يسمح لك بركوب الخيل هاديك بحتة مهر ملوش زي في البلد كلها. هو ده اللي نتمنوه من ربنا. ما كلمتوش في تقسيمة الورثة؟ وهي الورثة تايهة ولا ايه عشان اتكلموا فيها؟ ما كل واحد حقه باين. انا بقى ايه هسويه على الجنبين من غير زعيق ومن غير خناق. وحكاية الورثة دي هتكلم فيها في الاخر خالص عشان ما يقولوش ايه ان حسان عايز يفشكل لمتنا. وهنستفيد ايه طيب يا ابن الناس لما نسويه على الجنبين وهو اللي هيفضل قاعد مطرح العمر والعوافة عليكم على كده؟ انتوا ما انتش عارفه العركه في اني بلد. الزعل مش كويس علشانه. انا بقى حبشوف سكه الزعل على الصغيره والكبيره وبرضه من غير خناق ولا زعيق. طب وبعدين يا جوزي؟ ان قال لي تعالى حسان اقعد مطرح هنيه على كرسي العموديه كنبيها ما كانش اشتغل له بقى في سكه الغيظ. هفضل اغيظ فيه لغايه ما يفرفر وهو قاعد مكانه. والعمار بيد الله. عم حسان كياد انا عارفه، والزعل والغيظ مش كويسين على ابويا. الدكتور محذرني يا اخي. انا قلت نروح على البيت التاني بس اعمل ايه بقى في ابويا وتصميمه؟ بردك واحده واحده لا حاجه. الله السلامه. اللي عمله عبد الرحيم اخويا هو الصح ده صح الصح كمان.
كيه يروح البيت التاني ويسيب بيت العمدة لمين وهو كبير التجارية دلوك؟ وبعدين قعدته مكان العمدة يا أكبر علاج ليه؟ يا ما يحس إن الناس رايحين جايين عليه بيسألوه رأيه يوم الشرطة نفسيته هتبقى كويسة ويقدر يتغلب على المرض. أيوة بس الزعل والقهر اللي هيسببهم له عم حسان. سيبوا الحكاية دي عليا. إزاي يعني نسيبوها عليك يا مرات عمي؟ اديني الأمان وأنا أتكلم لأن الموضوع يمس أخوك الكبير. أخويا مين يا بيه؟ أخوك حسان. إحنا بنتكلم على مين؟ إذا كان حسان خدي راحتك ومعاكي ألف أمان مش أمان واحد. بس قلة أدب مش عايزين ده أخويا الكبير مهما كان. أنا نقل أدبي عليه ماشي إنما أنت أقطع لسانك قطيع. استنى يا سيفي لما نشوف الولية هتقول إيه؟ حسان ما بيخطيش أي خطوة ولا يقول أيتها كلمة غير لما العجربة تحرك له زنبة. يبقى الحل إيه؟ نقطع زنبة العجربة والشغلانة دي ما حدش هيقوم بيها غيري أنا بمشيئة الرحمن. إياك ناوية تضربيها تاني تاني وتالت وعاشر لحد ما تقول حاجة برقبتي وتمنع الكلام نهائي. كلام ايه اللي بتقوليه ده بس يا مرة عمي؟ اسكت انت يا ولدي سيلفي ده شغل حريم ما تعرفوش انت. انا بس نسمع ولا نلمح لمح ان سيلفي حسان ضايق قبل عمده وشوفوا ايه اللي هيحصل. انت ايه؟ هتخطط للحرب العالمية التالتة ولا ايه؟ طب ما انا واخويا حسان عنوك اهو بعضينا. ما انا هستنى لغاية انت واخوك حسان لغاية ما تنزلوا شغلكوا ونروح اخرة المتمة. يا تقطع الكلام يا تقول هتعزل. وين عزلت هيمشي وراها حسان ويبقى العمده قاعد على راحه راحته 24 جرام. تصدق يا بنت يا فضه انت وشك فيه كتير. لا كلين انت ايه ده انت بلوه من بلاوي الزمن ولا ما دريانش. الراضي ما ينفعش وياه غير الراضي اللي زيه. الاسلوب ده ما ينفعش يا اخوانا في حل المشاكل. احنا لازم ندور على طريقه تانيه نحلوا بيها المشكله دي. العيال دول مفيش فيهم فايدة نكنسوا من هنا ويدرمغوا الدنيا من هنا. ربنا يقويك يا خيتي على النظافة. أمال إيه؟ البني آدم لما يكون نظيف يبقى أحسن برضك. لحطولي هودان اتحددوا في أي موضوع تاني غير الموضوع ده. واحنا مش هنتكلم غير في الموضوع ده واللي عايز يسمع يسمع. يا جماعة يا جماعة احنا بالطريقة دي هنبقى أحزاب جوا البيت. أحزاب؟ أهي دي اللي أنا عايز أفهمها زي حزم القصب كده؟ إيش عجب يعني؟ أهي حزم والسلام. يا إخوانا احنا مش في نوع الحزم دلوقت. خلونا في كلامنا. دلوقتي مش كويس إن عم حسان يبقى بيتصرف على أساس إن احنا وأنتوا ملمومين على بعض وعاملين حزب ضده. وعارف الحكاية دي ومتوكد منيها. نقوم احنا نأكدوها كمان؟ ايه عشان يبقى عارف ان في حزب شديد في البيت هيوقفله لو فكر انه ضايق عبد الرحيم اخويا بقيت وطريقة. عليك الف نور يا زينة الرجالة. وبعدين بس يا ربي بقى يعني لو ابويا يسمع كلامي وننقل البيت التاني كنا نرتاحوا من وجع الدماغ ده. كلموا بالهداوة يا ولدي يجوز اسمع كلامك. أنت اللي تسمع كلامي في الأول. كل لعب العيال بتاع حسان ومرته وأنا عارف ومتوكد منه. واللي متوكد منه أكتر إنه بالنسبة لي ما يحركش فيا شعراية. يلا أنا عايزك رايح جاي على شغلي وأنا مطمن عليك. هاي حكاية شغل الدي اللي عايزك تسمع كلامي فيها. يعني ايه يا طلعني برا طلعني اقعد برا المقعد وانا اقول لك يعني وما يعنيش. حاضر يا ابو حاضر. انتوا عايزين تحبسون الجوع البيت ولا ايه؟ لا نحبسك ده ايه يا كرسي لابو العمده يا سعد. اهو كده يا عمده المرض ما عاوزش اللي ينام له دي النومه تمرض السليم. حددنا الكرسي يا دكتور. هات الكرسي وجهز لي الشيشه بتاعت العمده. حاضر. شيشه ايه يابا اللي هتشربها دلوقتي؟ الشيشه تضرك. انا عارف اللي يضرني من اللي ينفعني. خلينا في حكايه شغلك اللي قلنا عليها دي. معاك يا ابو العمده. ماله شغل؟ ايه حكايته؟ وجودك في البلد اللي مده اللي جايه دي أهم من أي شغل في الدنيا. طب يابا ما أنا حبق رايح جاي عليكم. ما ينفعش. كيه يعني ما ينفعش؟ هسيب شغلي ومستقبلي ولا إيه؟
أنا مستعد نكتب لك كل اللي ورايا واللي قدامي من السعادة لو عايز. خبرية يا أبا، ما تفهمني إيه اللي في دماغك؟ أنت ولدي هتدخل انتخابات العمودية اللي جاية دي مكاني. كلام إيه اللي بتقوله ده يا أبا؟ زي ما هنقول لك كده، الحكاية دي ما فيهاش كلام تاني. والله النار يا سعد. وشمك شبيه وشمي والركع الموت.